شوف كريم مع مدرب النادي الاهلي كابتن سامي قمصان هيقول لنا ايه. سلام شاطر كل مشاهديكم ومتابعيك من خلال ملعب الاهلي. فوز مهم واداء اكثر من رائع لفريق النادي الاهلي، واضح في شغل كبير بيبذل، ولسه كمان الفتره اللي جايه مع الانسجام ومع التوليفه مع عوده المصابين مع كل المصابين ان شاء الله يكون النادي الاهلي له شكل كالعاده ومركز كالعاده هو المركز الاول. كابتن سامي قمصان طبعا مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن سامي مبروك النهارده، فوز مميز واداء رائع، في اجتهاد وفي اصرار وفي شغل كبير بيبذل انا عارف من الجهاز الفني من خلال متابعتنا في التدريبات، لكن الجيم النهارده بشكل عام كابتن سامي شوف الجيم النهارده ازاي؟ الحمد لله، مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي ومجموعه، مبروك للجهاز واللعيبه ومجلس اداره، بدايه كويسه جدا وزي ما انت قلت يعني اداء ونتيجه ومكاسب كتيره جدا من الماتش، سواء برجوع اللعيبه مصابه بالتهديف اللي بيحصل من جونيور، بتثبيت مستوى ياسر ورجوع حمدي، بدايه حمدي، رجوع حسين الشحات للتهديف مره ثانيه، رمضان نفس القصه، فاعتقد المكاسب كبيره جدا ان شاء الله نقدر نبني عليها. وزي ما انت بتقول يعني كل مره الراجل بيكتشف امكانيات اللعيبه وقدراتها وبيعرفها، في شغل كل الناس بتجتهد عشان يطلع الاداء دوت والشكل دوت ويرجع تاني شكل النادي الاهلي اللي الناس معروف عليه. يعني ممكن برغم الصعوبات اللي بتمر علينا يعني سواء من اصابات او ايقافات، لكن يبقى النادي الاهلي دايما غني بلعيبته بامكانياته، وان شاء الله ونرجع تاني للاداء والنتائج والبطولات تاني باذن الله. عارف ان الجهاز الفني ماشي في نفس الاتجاه مع المستوى الفني، الجانب النفسي، الجانب النفسي بيشتغل عليه بشكل كبير كابتن سامي، مستر مارتن، كابتن يوسف، كابتن سيد، ان الجانب النفسي مهم جدا مع اللعيبه. في لعيبه يعني يمكن مش هنقول جديد على النادي الاهلي لكن ما تاقلمتش بشكل عام مع النادي الاهلي. طبعا، وده اللي الراجل بيهتم فيه الصراحه يعني، واحنا الحمد لله بنكمل شغله برده وبنعمل اللي علينا من ناحيتنا. الناحيه النفسيه مهمه جدا، يعني تتكلم مع اللعيبه كويس، تديهم دوافع كويسه، اللعيبه طبعا، ودي لعيبه كبيره جدا وعارفه يعني ايه قيمه النادي الاهلي، لكن في لعيبه لسه جايه مش عارفه يعني ازاي تلعب تحت الضغوط، ودي كانت مهمه جدا ان احنا وخصوصا كابتن محمد بن الهلال وكاب سيد بطريقه كويسه. فاتمنى ان شاء الله يعني بنوعد جمهور النادي الاهلي ان تبقى دي استمراريه للاداء النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي ورجوع ان شاء الله الثقه تاني للفرقه. الفوز والاداء لكن الصفحه خلاص كلها تتغلق، ومباراه دجله للمباراه القادمه، الاستعداد ازاي؟ مفيش وقت يا كابتن سامي، في ضغط كبير جدا، لكن انا عارف النادي الاهلي متعود على كده، بتشوف مباراه دجله ازاي والاستعداد ده بيلعب ازاي؟ عارف دايما مجرد ما المباراه بتخلص بنهتم بالمباراه الثانيه، وده اللي كان بيحصل يعني دايما في النادي الاهلي، وده اللي بنشتغل عليه. بكره في تمرين برضه ريكفري للناس اللي لعبت وتمرين للناس اللي ما شاركتش، يعني نتمنى ان شاء الله رجوع المصابين لينا، ممكن يخش سعد صلاح، ممكن ان شاء الله شام، ممكن رامي نفس القصه. فاتمنى ان شاء الله نكمل واحده واحده ان شاء الله، وان شاء الله نحقق ان شاء الله المطلوب باذن الله. سامي تقول لكل اللعيبه اللي ادت اداء اكثر من رائع نستمر على كده ان شاء الله، بتطلبهم بين فتره يا كابتن سامي. اقول لهم مبروك طبعا، اداء كويس جدا واداء مشرف، بان لعيب النادي الاهلي وشخصيه لعيب النادي الاهلي، والفعل الاداء وحتى الاجوان شكلها فنيا كويس جدا يعني، واتمنى لهم ان شاء الله استمراريه على كده، وان شاء الله واللي جاي احسن باذن الله لينا باذن الله. شكرا شكرا شكرا. بنشكر اكيد الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، زي ما اكدنا وقلنا كابتن اسلام النهارده اداء اكثر من رائع. النادي الاهلي النهارده كان فيه اصرار وجديه وحماس، واكدنا وقلنا معسكر فريق النادي الاهلي كان واضح بشكل كبير جدا الالتزام والجديه، وكان واضح كمان ان النهارده النادي الاهلي هيأدي اداء ونتيجه، وبالفعل النادي الاهلي اسعد كل جمهور النادي الاهلي منتظرين المزيد والكثير خلال الفتره القادمه، ومنها ان شاء الله من مباراه وادي دجله، ومباشره بعديها ان شاء الله يدخل النادي الاهلي في مباريات الدوري ومنها للبطوله الافريقيه. يمكن كان لقاء مهم مع الكابتن سامي قمصان، مستمرين معاك كالعادة كابتن إسلام ومع كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. بعد الفوز المهم النادي الأهلي النهاردة حقق فوز أكثر من رائع لفريق النادي الأهلي، بإذن الله لعبتنا تعود من الإصابات، لعبتنا عندنا يمكن عدد كبير جدا كابتن إسلام زي ما أكدنا قلنا، لكن سعد سمير النهاردة بيخرج من القائمة، لكن سعد سمير جاهز المباراة القادمة إن شاء الله بإذن الله، الفترة القادمة والمباراة القادمة عدد كبير من لعيبة النادي الأهلي يعود من جديد. يمكن في اللحظات اللي أنا بكلمك فيها دي خلاص يمكن المباراة بتنتهي، كل اللعيبة خلاص بتدخل الغرف خلع ملابس لفريق النادي الاهلي، العوده مباشره الى القاهره ان شاء الله باذن الله، يكون لينا لقاءات مع لعيبه النادي الاهلي مع الجهاز الفني في خلال لحظات باذن الله، يكون معنا عدد من لقاءات لعيبه النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام، اشكرك يا كريم.